كنت بالاول الايام الاولى في حياتك اللي بتمثل فيها ادوار اللي بينضرب كنت بتندمج في الضرب اكتر من لما بقيت فريد شوقي النجم؟ هو الضرب في السينما عموما بيحتاج الى تكنيك خاص من المخرج والمونتير، ويعتمد ايضا على الممثل اللي بيأدي الضرب سواء بيضرب او بيضرب. لابد ان يكون عنده فكرة عن الضرب، ولابد ان يكون رياضي. وانا اللي نفعني ان انا كنت ملاكم في المدارس وخدت بطولة المدارس سنة 39. يعني عندي ازاي اعرف ارفع ايدي او اقف او اخد الشكل بتاع اللي بيضرب او اللي بيضرب، لان الملاكمة نفعتني فعلا. يوم من حياة فريد شوقي مع السينمائيين، يعني يوم لقيت ان السينمائيين مش شايفين فيك غير الشرير، وحاولت مثلا انك ما تعملش دور الشرير وما امكنش. الحقيقة هم استمروا المنتجين والمخرجين والسينمائيين يدوني ادوار الفيلن اللي بيخطف جوابات فاتن او شادية، حوالي زي ما قلت لحضرتك اكتر من 50 فيلم، واستمروا لغاية سنة 52، لغاية انا ما ابتديت اوجه نفسي، محدش وجهني، وابتديت اكتب اول موضوع ليا اللي هو قصة لسط حسن. ده اليوم ده انت بتعتبره هو يوم ده تحول في تاريخ حياتي خالص، يوم ما عملت وقفة وفكرت ايه الستايل اللي امشي عليه، ايه الطريقة اللي اجدد فريد شوقي للناس عشان ما بقاش صورة على طول مدى الحياة كده، اللي هو انا اول واحد كتب لنفسي قصة لسط حسن، واتعرض الفيلم ده ونجح. ابتديت احور في فريد شوقي، يعني اخليه الشخصية المحبوبة اللي المجتمع جنى عليها.